الستات ما بيعرفوش يعملوا حاجة. منبى يا معلم والله. منبى. وبعدين الباور بتاعها جامد. تخلي الراجل حديد. مساء الخير عليكم. النهارده يا جماعة أنا جايب لكم مفاجأة من العيار اللذيذ. عم نجيب اللي حير كل ستات مصر بالفطيرة المشلتتة بتاعته. ظهر معانا بعد محايلات كتير جدا علشان يورينا سر المشلتت المرحرح الطري اللي يدوب في البق وانت بتاكله. نصح ستات مصر اللي ملهمش في الاكل ازاي تعمل لجوزها اكله ترم البدن في 10 دقايق بس علشان ما يتجوزش عليها. تعالوا بينا نشوف فطاطر الملكيه اللي كان من عنده كل زعماء مصر من اول الملك فاروق لحد انور. دلوقتي اعمل لك فطيره مشلتته من بتوع العرايس اللي هي بتدي الباور وبتدي الطاقه الجامده للاثنين للذكر وللانثى. وهي بسم الله ما شاء الله فطيرة كلها حيوية وكلها نشاط وبعدين محبوبة بتتاكل بالقشطة وبالعسل وبالمربى. الستات بتعرف تعمل فطير؟ الستات ما بيعرفوش يعملوا حاجة. ليه عامل ايه؟ ليه؟ معلش اصل دي صنعة. الشغل دوت من ايام الملكية. ايام الملك فاروق والملك فؤاد وجمال عبد الناصر وانور السادات كل دول كانوا من عندي هنا. الملك فاروق كان بيبعت الحرس بتاعه والشفات بتاعته ييجوا ياخدوا الفطير المشلتت من هنا. احنا هنا مسمينا فطاطر الملكيه. انا كان عندي الشيف الرئيسي بتاع الملكيه وصل كان ساكن هنا عندنا باب الشعريه وكان دايما هو عارف شغل ايه ويجي ياخدها بعد الفجر الصبح ومعاه طقم مشرفين برضو كده بيجوا يشوفوا الشغل ويشوفوا الحاجات الجميله. وكان الراجل يقول لهم طبعا ما تدوروش وراه ومفيش كشف على الشغل كمان. ليه؟ عشان احنا طول عمرنا وبعدين شغلنا كله على الفحم. الله يرحمه الرئيس انور السادات كان بيبعت هنا هو الطقم بتاعه ياخد الفطير المشلتت عشان اساسا هو بيحب الطعم الفلاحي الجميل الحلو وانا كنت بصنعه له برضه بالسمن البلدي والحاجات الحلوه وبسوي على الفحم برضه. بيبعت الطقم بتاعه ييجي هنا هو يشوفوا الشغل اللي انا بشتغله كانوا بيقفوا على ايدي وانا شغال ويطلع لهم احلى حاجه وطبعا شايفين كل حاجه على الطبيعه 100 100. ورئيس الشيف بتاعهم كان عارف شغلنا هنا عشان اساسه من باب الشعريه برضه. والله يرحمه جمال عبد الناصر اساسه من باب الشعريه ومن شارع مرجوش وتربى هنا في المدارس بتاعتنا جنب سيدي عبد الوهاب الشعراني. الستات بتعمل فطير احسن ولا الرجاله؟ عندنا طبعا الرجاله. كان نفسهم حلو. منبى يا معلم والله. منبى. والله ما كانتوا معلم. اقول للستات حاجه مفيده عشان وقتهم طبعا مع ازواجهم ساعه ما بيرجعوا من الشغل. دي وجبه سريعه فطيره بتتعمل عجين دقيق وبيتعجن واخد بالك وتكور كده ويتساب قيمه ربع ساعه وبعد كده يتفرد بالنشابه وبعد كده تحشيه زي ما احنا حشيناه كده اهوت. لحمه او سجق او فراخ او بسطرمه او سوسيس. دي سريعه بقى. دي وجبه سريعه. دي سريعه ما بتقعدش بعد ما بتتعجن ما بتقعدش 10 دقايق تكون خلصانه. الفطير الصباحيه ده بيبقى عباره عن فطير مشلتت. المشلتت دوت بيدي طاقه وبيدي باور بيتاكل بالقشطه وبالمربى وبالعسل وطبعا لقمه تخلي بقك حلو طول النهار ولسانك برضو مع الجو بتاعك تبقى حلو. دي فطيره بسجق بتاخد حشو بقى ايه بيض وطماطم وزيتون وفلفل وجبنه رومي. فطيره سريعه بالسجق بتحط عليها بيض زي كده اهوت تحط عليها طماطم
وزيتون وجبنة رومي يا ست الكل. لو جوزك جه عليكي وانت لسه ما عملتيش لقمه للغدا او للعشاء فدي يعني لقمه سريعه وبتتعمل في وقت كلام فاضي 10 دقايق يعني؟ لا يا دوبك 10 دقايق يا دوبك عقبال ما تجهزيها وتحضريها وتتعمل كده هو زي ما بقول لحضرتك مش هتاخد منك حاجه. وبعدين انت عارف الراجل ان اقرب طريق ليه للست اللقمه. اللقمه هي اللي بتحبب الراجل في الست والست لازم تمونه والست لازم تغذيه وتهتم بيه شويه. اللقمه مهمه بالنسبه للست انها تعملها للراجل. طب ايه بقى اللي انت نصحتي بيها بقى اللي هي ال 10 دقايق بترم 10 دقايق اللي هتعملها في 10 دقايق دي؟ هي خلصت اهي. اقل من 10 دقايق فطيره فيها سجق او فيها لحمه او فيها فراخ قطع فراخ واخد بالك متحبشه بتاخد نص سوا في الميكرويف واخد بالك وبتطلع تاخد بقى البيضه والزيتون والطماطم والفلفل وبتقعد برضو 3 دقايق برضو ولا 4 دقايق في الميكرويف. دي فطيرة حلوة دي بالمهلبية. تفتكر بقى لو الست عملت لقمة زي كده لجوزها واتبسط منها طبعا هتزداد لا مش هيطلقها هتزداد محبة في نظره وهتتصرف في اللقمة بتاعته اللي هياكلها ويبقى مبسوط منها كمان ويعملوا أحلى ليلة. ايوه يا ست الكل يا ست البيت يا اللي انتي ميزه الدنيا فيكوا والحياه كلها بتاعتكوا مش بتاعه الرجاله. هحكي لك على طريقه الفطيره المشلتته الجميله اللي تقدري تعمليها لجوزك برضه في خلال ربع ساعه وتحلي منها طول ما انتوا قاعدين بتتفرجوا على التلفزيون ولا معرض هتفضلي تاكلوا منها. دي هتتعمل برضو العجينه بتاعتها. الفطيره دي هتبقى لازم تقول لنا ان هي هتبقى طريه ومرقه ولا ايه؟ اه طبعا هتبقى طريه ومرقه. هتعمل كور عجين قد ديك كده وتفضل تخبط فيها كده اهوت وتفردها بالنشابه تتفرد زي ما انا فردتها كده اهوت. ايوه هتتفرد زي ما انا بفردها كده اهوت. بالنشابه هتحطي قولي 3 قطع ثلاث قطع من دول وهتفرديها بايدك كده اهو شمال ويمين شمال ويمين كده اهو لغايه لما تكبر معاكي وتطبقيها 4 ارباع كده اهو وكده اهو كده اهو وكده اهو وترميها كده والثانيه تمسك زيها برضه 1500 والتانية زيها برضو اهي برضو هتتحط بالنشابة وهتتفرد بايدك كده بقى عشان انت مش هتعرفي تهوي طبعا اهي هتتحط ديت وتتمون كده برضو بالسم تحط دي جوه ديت واهي برضو ديت هنطبقها 4 ارباع تاني اهو اهو ونسيبها بقى تستريح تبقى تستريح كده قيمته 10 دقايق وبعد كده بقى بايدك كده اهوت هتفضلي بقى ايه هتبقى زي كده اهوت تبقى زي دي اه هتفضلي بقى تطبلي عليها كده من كل الحروف الفطيرة دي بتاعت الملك فاروق وأنور السادات وعظماء البلد كلهم هم كانوا بياكلوا الفطيرة ديت.
ودي بتخش بقى على الرقعه تستوي على الفحم. لا اقول لك حاجه بقى، تقطوعه صغيره. قول يا عم التليفون. قول قول والتعيد اليمين والتشكيل ده وده، الناس المجرمين ما يعملوش كده، دول مهما تألموا ويباتوا يظلموا ولا يوم يتكلموا ويسميتوا العدا. مش زيك يا جميل، مش عندك بال طويل وشكيت من كم عزول. ايه يا دي الاصول بقى عندي حق اقول، الناس المغرمين ما يعملوش كده. يا برافو عليك يا معلم. الله عليك. قول سلم سلم. يا سامبو يا سامبو. ايوه يا معلم. الناس البركه بتاعتي دي عامل صح. اه والله العظيم. اه لا على النت ويطلع مع بنك جول. لا انا عندي روتانا زمان هتدفع. هيطلع من هدومه. هيطلع من هدومي ولا ايه؟ تبكي مش حرحم عينيك يا اللي ما رحمتش عينيا لما كان قلبي في ايديك، دارت الايام عليك. الله الله الله. لو اكبر حاجه جميله قوي 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 يعني كتيره. ايه مشتته؟ الله اكبر عليك. دي الفطيره المشتته بتتاكل بالقشطه وبالعسل وبالمربى وبالجبنه على اي الانواع بتتاكل، وبعدين الباور بتاعها جامد تخلي الراجل حديد يخليه ياكل في الارض اكل. هي دي اعلى قلعة من الفياجرا. الفياجرا بترشمها وبتبلعها، لكن دي طاقه قوه حديد تخليك تضرب الحيط كده مش هقول لك بقى انت. دي بتاعت الملك فاروق. دي بتاعت الملك فاروق وبتاعت جمال عبد الناصر وبتاعت انور السادات وبتاعت الناس الطيبين قوي الحلوين. عشان برضو بص السوا بتاعها بيبقى عامل ازاي، وش وظهر كده وكده ولقمه سخيه. وادي اللقمه بتاعتها الجميله. ايه كده سخنه؟ هي كده سخنه مولعه، هي لسه طالعه من الفريزر. حقيقي لقمه شهيه وتتاكل في اي وقت، والصباحيه بتبقى احلى طبعا. شفت الحلقه دي بقى مع الاستاذ فتحي شو اللي هو استاذ الشو كله، وصباح الفل ونورتونا وشرفتونا.